السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مترو الصحافة نطلع فيها على أهم العناوين التي جاءت اليوم وأمس، والكل منشغل في أنفاق. أنفاق حتى الآن حزب الله لم يعلق ولم يعقب أبدا على هذا الموضوع، ولكنه قبل اكتشافها بأيام فقط كان قد نشر فيديو فيه تهديد واضح لإسرائيل، ونشر لأول مرة رسالة لإسرائيل بلغتها كشف فيها صورا لأماكن حساسة داخل إسرائيل، منها أيضا ما يسمى الكريا في تل أبيب أو مجمع قيادة الجيش الإسرائيلي. هذا كان قبل أيام، وأمس فجرا بدأت عملية سموها الدرع الشمالي، بمعنى بأنهم يريدون أن يحموا شمال إسرائيل. هنالك من يقول بأنها عملية كبيرة معقدة ذكية حكيمة بالوقت المناسب، طبعا نتنياهو وجماعته من يقولون ذلك، ولكن هنالك قيادات أخرى تقول بأن هذه زوبعة في فنجان يراد منها استعراض عضلات وتحويل الأنظار من فضائح نتنياهو إلى قضايا أخرى. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة موجودة حتى الآن داخل نفق ستطفو على السطح في لحظة ما. نبدأ الآن في بعض العناوين العالمية ثم محلية ثم مع الضيف، وماذا قال بيبي نتنياهو أمس عن هذا النفق. نبدأ في روسيا اليوم، الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعناصر من حزب الله داخل نفق. نشر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيديو يدعي ظهور عناصر من حزب الله اللبناني يتحركون داخل النفق الذي اكتشف يوم الثلاثاء. وقال المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الأركان جادي أيزنكوت إن النفق الذي تم اكتشافه على الحدود مع لبنان كان بداخله عناصر من حزب الله، وكاميرات الجيش وثقتهم بداخله، منوها بأن تقديرات الجيش تشير لوجود حوالي 10 أنفاق للحزب اخترقت الحدود. وأكد الناطق باسم الجيش أن عملية تحييد هذه الأنفاق ستستغرق عدة أسابيع. أما في رأي اليوم في نفس السياق، إسرائيل تتحرك على الحدود اللبنانية في عملية الدرع الشمالية بزعم البحث وإغلاق أنفاق لحزب الله. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحمل حكومة لبنان المسؤولية ويوجه رسالة للحزب: حياتكم بخطر، أعذر من أنذر. واليونيفيل يقول: الوضع على الحدود هادئ، وباسيل يدعو الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية. أما في رويترز فأيضا العنوان الرئيسي في نفس السياق: إسرائيل تستهدف أنفاقا هجومية لحزب الله من لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق لم يبدأ تشغيلها بعد، لكنها تمثل تهديدا وشيكا. ونشر المتحدث الإعلامي للجيش الإسرائيلي رسالة بالعربية على تويتر يحذر فيها الجيش اللبناني وحزب الله مع الاقتراب من الاقتراب قائلا: أرواحكم في خطر، لقد تم تحذيركم. وقال الجيش إن أحد الأنفاق يبدأ من داخل منزل في قرية كفر كلا اللبنانية ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل، ولم يرد تعليقات حتى الآن من حزب الله. وقال الجيش اللبناني إن الوضع يتسم بهدوء على من جانبه، وهو ما قاله كذلك أفراد طواقم حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة. ومن النفق الذي يبدأ من داخل منزل في لبنان وينتهي بالمطلة إلى سياق آخر في رويترز، جاء أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية. تأتي هذه الدعوة للعاهل السعودي بعدما أعلنت قطر فجأة انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بعد مشاركة دامت 57 عاما لتركز على الغاز، في ضربة على ما يبدو للسعودية زعيمة أوبيك فعليا. وأخيرا جاء في الأناضول عن ما يحدث في فرنسا ونجاح السترات الصفراء الذين قالوا: إعلان رئيس الوزراء تعليق الضرائب ليس كافيا. بالمناسبة كان قد أعلن تعليق الضرائب 6 أشهر، والحديث عن غلاء المعيشة وضرائب خصيصا على النفط. أعرب منظمو تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا عن عدم اطمئنانهم حيال إعلان الرئيس تعليق الضرائب الإضافية على الوقود 6 أشهر. وذكرت صحيفة فرنسية أن السترات الصفراء وجدوا أن تصريحات فيليب حول تعليق الضرائب الإضافية غير مطمئنة،
وأيضا جاء في الصحيفة: الفرنسيون ليسوا أغبياء، على لسان أحد قادة السترات الصفراء، ولا يطالبون بفتات الخبز بل بالخبز كله. وأشار إلى أن الشعب يطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير إجراءاته المالية والسياسية، وتابع: إذا كان لا يريد فعلا ذلك فليذهب بالصناديق بالفرنسيين إلى الصندوق مجددا، في إشارة إلى إجراء انتخابات مبكرة. إذن نجاح للطبقات المتوسطة والفقيرة في فرنسا حتى الآن بتعليق إضافة الضرائب لمدة 6 أشهر، ولكنهم يقولون هذا غير كافي والحشد مستمر ليوم السبت. إذن أو مفاوضات مستمرة وتنجح، أو إضرابات واضطرابات مستمرة في فرنسا. نستمر في موضوع ما جاء في الصحافة الإسرائيلية، ولكن طبعا قبل ذلك لدينا خبر عن ممارسات الاحتلال اليومية ضد شعبنا الفلسطيني ومسألة أنفاق حزب الله. هل هي قضية كبيرة فعلا أم نتنياهو ينفخها لكي تغطي على قضايا أخرى؟ نبدأ من وفاء. جاء في وكالة وفاء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 مواطنا من الضفة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا، بينهم أطفال وأسرى محررون من الضفة. ففي بيت لحم مثلا اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، طبعا مع اعتقالات أخرى داخل أو في مناطق قريبة من رام الله. في عرب 48 نتنياهو: الدرع الشمالي مستمرة وستكون حملة واسعة، وما خفي كان أعظم. واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحاته التصعيدية العدوانية ضد لبنان، وقال إن عملية الدرع الشمالي التي أطلقها الجيش الإسرائيلي واسعة ومستمرة، وجندنا لها أفضل خبراتنا وقدراتنا العسكرية. وكشف أنه تحدث مع جهات دولية لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، فيما حمل الحكومة اللبنانية المسؤولية. أما في واينت فقد جاء 500 عملية في السنة. نتنياهو أعطى رئيس جهاز المخابرات جائزة للعمليات الرائدة، الحديث طبعا بأن المخابرات حسب أقوال نتنياهو أحبطت 500 عملية ضد أهداف إسرائيلية. وفي الاحتفال الذي أقيم في مقر المخابرات وزعت شهادات تقدير على قادة الأنشطة الخاصة، ومن بينها التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومنع التجسس ضد إسرائيل. وقال نتنياهو في الاحتفال إن 500 هو عدد العمليات التي تم تنحيتها هذا العام. مئات من المواطنين الإسرائيليين يدينون لك بأرواحهم، قال لرئيس المخابرات، وقال: أريد أن أشكركم على استمراركم في إشعال النيران والقتال يوميا بسرية وإبداع وإخلاص هائل. وفي إسرائيل اليوم: معضلة إسرائيل، هل ستدخل لبنان لإكمال تدمير الأنفاق؟ إنجاز إسرائيلي يمثل ضربة لحزب الله، لكن ليس ضربة قاضية. إن كلا الطرفين رادعان وغير معنيين بالمواجهة. إذا خلص الجيش الإسرائيلي لأن تدمير الأنفاق يتطلب الدخول إلى الأراضي اللبنانية، فإن إسرائيل لن تفعل ذلك إلا إذا اقتنعت بأن حزب الله لن يرى ذلك كذريعة للحرب. في الخبر قبل الأخير في موقع والله: برنامج سري انتظر 3 سنوات الجدل حول توقيت عملية الدرع الشمالي. أجرت مؤسسة الدفاع مناقشات مكثفة حول الوقت المناسب لفضح أنفاق حزب الله الهجومية، لكن هذا أجل 3 سنوات، والآن سمح للجيش بالتعامل مع هذه التهديدات. وأخيرا فيها آرتس: تعرض الأنفاق على الحدود اللبنانية، حزب الله ليس في عجلة من أمره. يبدو أن إحياء ساحة القتال اللبنانية كبديل عن الساحة السورية هو سيناريو غير مرغوب فيه لكل من إسرائيل وأيضا لحزب الله، وهذا السيناريو قد يحدث فقط بعد خطأ تكتيكي قد يكون في هذا المجال. إذن أنفاق حزب الله داخل إسرائيل، وإذا اقتنعت إسرائيل بأن عليها لكي تدمر الأنفاق الذين يقولون الآن بأنها 10 أنفاق عليها أن تدخل إلى لبنان، هل سيحدث ذلك أم لا؟ يقولون بأن إسرائيل إذا اقتنعت بأن هذا سيكون ذريعة حرب،
ذلك سيثنيها عن ذلك، وحزب الله كان قد هدد بفيديو أول أمس. الحديث عن هذا الموضوع معي الخبير في الشؤون العسكرية صالح أبو طريف، يعطيك العافية. ألو، يعطيك العافية أستاذ صالح. رافع أبو طريف. ألف آسف جدا جدا أستاذ رافع أبو طريف. نعم معك أستاذ رافع. يعني هنالك أيضا نشطاء سياسيين وخبراء عسكريين يقولون ثلاث سنوات تأخير، هل هذا يعني الموعد المناسب هو الموعد الحقيقي أمنيا، أم هنالك قضايا أخرى يعني يريدون أن يغطي عليها نتنياهو لذلك خرج بهذه العملية الآن؟ دعنا نكون واقعيين، يعني عملية من هذا النوع أو في هذا الحجم لا أظن أن سيكون هناك. الموقف السياسي هو الموقف الأساسي لكي تقوم إسرائيل بعملية من هذا النوع. أظن أن الوقت المناسب لماذا قامت إسرائيل الآن وليس قبل أو بعد، لأن إسرائيل تريد أن تكشف للعالم ما تقوم به حزب الله، وبالذات أنها داخل الجدار أو داخل الحدود الإسرائيلية وليس في النقطة في نقاط في الداخل اللبناني. يعني هنا خرق للاتفاقيات العسكرية منذ 2006 الذي على أساسها كانت هناك نوع من وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. يعني هذه الهدنة وهذه القرارات الدولية، الآن حزب الله تخرج من نطاق هذه الاتفاقيات وتدخل إلى الداخل الإسرائيلي داخل أنساق وتدخل إلى الحدود الإسرائيلية. هذا الشيء المهم جدا هنا، وإسرائيل تريد أن تركز عليه. لماذا؟ ممكن أن تستعمل هذه الورقة في حال هناك كان تصعيد عسكري أو مجابهة بين إسرائيل وحزب الله، عشان تكون لإسرائيل ذريعة أننا قمنا بالدفاع عن نفسنا، لأن هذه الأنساق هي دخلت إلى الداخل الإسرائيلي وليس كانت داخل الحدود اللبنانية. هذه النقطة الأساسية هنا. وأظن أن إسرائيل كانت تعلم عن هذه الأنساق مدة طويلة وانتظرت هذه الساعة حتى تصل إلى الداخل الإسرائيلي لكي تقوم بكشفها ولتكون صورة للعالم كله أن انظروا ما تقوم به حزب الله، تقوم بعمليات إرهابية، بعمليات دخل إلى الداخل الإسرائيلي بواسطة أنساق لتقوم بقتل المواطنين الإسرائيليين الذين متواجدين على الحدود الإسرائيلية. هذه النقطة الأساسية لهذه الفرصة عسكريا. أنا لا أريد أن أتطرق سياسيا، ممكن أن يكون هناك أنواع سياسية أيضا كان يريد بنتنياهو أن يغطي، ولكن أظن أن هذا شيء بعيد. أنا أتكلم من ناحية العسكرية، الناحية العسكرية، التكتيك العسكري مع المفهوم الدبلوماسي الدولي، المفهوم الدولي للقوانين الدولية والاتفاقات الدولية. هنا حزب الله خرق هذه الاتفاقية. أستاذ رافع ابقى معي لنشاهد يعني نعم. الكلمة التي قد نشرها أمس بيبي نتنياهو في مؤتمر صحفي، واقتطع منها هذا المقطع على صفحته على الفيسبوك. אזרחי ישראל, רק לפני שבועיים אמרתי שכדי להבטיח את ביטחון ישראל דרושים אורך רוח וקור רוח. הוספתי עוד דבר. אמרתי שרב הנסתר על הגלוי. גם היום אני מבקש לומר לכם שמה שנגלה לכם עכשיו הוא רק חלק קטן, חלק קטן מהתמונה הכוללת של ההיערכות שלנו והפעולות שלנו והפעולות שאנחנו מכינים להבטחת ביטחון ישראל בכל הגזרות. نعم أستاذ رافع، سمعت الكلمة يقول بأن المخفي أعظم وبأن هنالك أمور أخرى تحضر، وسمعت في خلفية الكلمة هنالك موسيقى حرب، هذا تدل على ما هو قادم بتقديرك؟ أنا لا أظن أن إسرائيل تريد أن تقوم بحرب الآن، على العكس. هي الآن هناك في التكتيك العسكرية عدة عناصر، هنا عنصر المفاجأة إسرائيل تستعمله، عنصر المفاجأة. هناك 10 عناصر في تكتيكة الحرب، واحدة العناصر هي المفاجأة. إسرائيل الآن تسبق على حزب الله بعنصر المفاجأة في حرب المستقبلية، ليس بالضرورة إسرائيل تريد أن تقوم بحرب، على العكس هي الآن تضاعف حزب الله من أن يقوم بعنصر المفاجأة إن كان يريد أن يستعمل هذه الأنفاق. ونحن نرى نعلم حق المعرفة في فيلم في السيناريو الذي عرضه حزب الله أنه يريد أن يحتل الجليل في منطقة
في منطقة شلومي، في منطقة نارية، وفي منطقة شعب ونعس. الفيلم المعروف المعروف لحزب الله. هنا إسرائيل تستعمل عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة لكي تتفادى الحرب المستقبلية، أو أكثر من ذلك هي تريد أن تخفف من حدة هذه الحرب والأشياء والأساليب التي يريد حزب الله أن يستعملها ضد إسرائيل، لأنه يعلم حق المعرفة حزب الله أنه ليس عنده قدرة أن يحتل إسرائيل، ولكن معنويا هو يريد أن يدخل إلى الداخل الإسرائيلي. وهنا الحرب النفسية، حرب النفسية هنا إسرائيل تمنع من هذه الحرب النفسية الذي يريد أن يستعملها حزب الله ضد إسرائيل والمواطنين في إسرائيل. وأنا يعرف أن المواطنين هم أقوى في بعض الأحيان، وهذا السبب الذي أخرج إسرائيل من الجنوب اللبناني، الحرب النفسية التي استعملها حزب الله. أنا لا أظن أنه سيكون هناك تصعيد، على العكس حزب الله الآن لا يريد هذا التصعيد، وأظن أن إسرائيل أيضا ليست معنية، ولكن هي من ناحية أخرى تريد أن تكشف أوراقا ضد حزب الله لكي تضعفه، وليس بالضرورة لكي تقوم بمحاربته. صمت الحزب حتى الآن على الاعتداء أو على تدمير جزء من هذه الأنفاق حتى الآن كيف يقرأ؟ هذا يقرأ أن حزب الله الآن يدرس التصرف الإسرائيلي وينتظر أي غلطة إسرائيلية خارج عن النطاق المفاهيم الدولية والمفاهيم التي اتفقوا عليها في 2006. عندما إسرائيل، إذا على سبيل المثال سمعنا أيضا من رئيس الحكومة اللبنانية، إذا إسرائيل دخلت إلى الداخل اللبناني وكان هناك نوع من عملية عسكرية، ممكن أن يكون هناك مشاحنات أو حرب أو أي شباك بين حزب الله وإسرائيل ويكون هناك ضحايا من الطرفين، ممكن هذا الشيء أن يصعد لحرب. وهذا ما تنتظره الآن حزب الله، هي الآن في ورقة خاسرة وهي تنتظر الغلطة الأولى لإسرائيل لكي تكون عندها ذريعة بالرد. هذا ما تنتظره حزب الله الآن، هي تدرس الوضع، هي تدرس الوضع وليس خوفا، إنما تبتعد من أغلاط لا تريد أن لا تكون في صفها، هي العكس، هي تريد أن تأخذ الورقة الرابحة من يد إسرائيل وتستعملها في يدها كحزب الله التي تريد أن تكون الذرع الذي يحمي لبنان ويحمي الجنوب اللبناني ويحمي القضية اللبنانية والقضية في ذاتها أنهم مقاومة في حد ذاتهم. وهذا ما تستعمله الآن حزب الله، ولأجل هذا الشيء السكوت هو انتظار الفرصة المناسبة. الأستاذ العزيز رافع أبو طريف، خبير في الشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لك. إذن بينما إسرائيل تحضر وتطور بالقبة الحديدية لكي تصطاد القذائف، قذائف حزب الله في السماء، كان حزب الله يبحث الأنفاق. الآن إلى هذا المقال للكاتب أنطوان شلحت، نقف على بعض المفاهيم والمصطلحات الإسرائيلية، أهي من اليمين أم من اليسار؟ مقال للكاتب أنطوان شلحت بعنوان من أين أغلب المصطلحات الإسرائيلية؟ شن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أهود أولمرت قبل أقل من شهر هجوما حادا على سياسة بنيامين نتنياهو وحكومته، بالأساس على خلفية آخر التطورات المتعلقة بمعضلة قطاع غزة. اتهمه بأنه يقوم بتضخيم مخاطر وجودية موهومة تهدد دولة الاحتلال، في مقدمتها الخطر الإيراني، بغرض صرف النظر عن شبهات الفساد الكثيرة التي تحوم حوله وتستلزم تنحية عن منصبه. أعادني هذا الهجوم إلى مصطلح الخطر الوجودي وإلى اكتشاف أنه إحدى بنات أفكار أسلاف نتنياهو من الساسة، من فيهم المحسوبون على يسار الخريطة السياسية الإسرائيلية بموجب معايير دولة الاحتلال. وكان عالم الاجتماع الإسرائيلي الناقد الراحل باروخ كيمرلينج أشار في أكثر من مناسبة إلى أن التمعن في مصطلحات سياسية إسرائيلية رائجة سرعان ما سيقود إلى الاستنتاج بأنها انبثقت عن اليسار ومن ثم تبناها اليمين ونحى بها منحى آخر، وأشار على سبيل المثال إلى أن الخطاب الديموغرافي العنصري انبثق عن ما يسمى اليسار الحمائمي في الحلبة السياسية الإسرائيلية من أجل إقناع الجمهور اليهودي والنظام السياسي بضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، والتي حولت إسرائيل واقعياً إلى دولة ثنائية القومية. ولكن كما يحدث مراراً في ديناميكية الخطاب السياسي، جرى توسيع هذا الطرح ليتحول إلى ضربة مرتدة عندما تبنى اليمين، وخصوصاً اليمين المتطرف، الطرح ذاته، لكنه استخلص منه استنتاجات مغايرة تماماً. وبالعودة إلى مصطلح الخطر الوجودي، يمكن في معرض استحضار إحدى أحدث القرائن الدالة على ما ذهبت إليه السطور أعلاه
الإشارة إلى كتاب صدر في إسرائيل عام 2005 بعنوان تقسيم البلد، إسرائيليون يفكرون بالفصل، من تأليف الصحفي فيها أرت سابقاً أري شافيت. وتضمن مقابلات مع 33 شخصية من صناع القرار والرأي العام في إسرائيل من شتى ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي. ففي المقالة التلخيصية في خاتمة الكتاب بعنوان مشروع تقسيم البلد، رأى المؤلف أن ما يمكن استنتاجه من المقابلات أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع بين شعب محتل وشعب مهدد بالخطر، وهذان الأساسان يجعلان هذا الصراع فريدا بين الاحتلال والخطر. ويضيف ليس هناك شعب في العالم يخضع بشكل متواصل للاحتلال مثل الشعب العربي الفلسطيني، كما أنه ليس هناك شعب آخر في العالم يعيش خطرا وجوديا مثل الشعب اليهودي الإسرائيلي. مع ذلك، من دون علاج متوازن سواء للاحتلال أو للخطر لن يتم العثور على حل الصراع القاسي بين الجانبين. واصل المؤلف إلى بيت القصيد حين يكتب بأثر رجعي: ليس الاحتلال هو الذي أوجد الخطر، بل الخطر هو الذي أوجد الاحتلال. وبعد أن يعفي دولة الاحتلال من كل الموبقات التي ارتكبت قبل 67 يقول: تحولت إسرائيل إلى دولة محتلة لأنها تعرضت في 4 يونيو/حزيران 67 إلى خطر وجودي مباشر، كما أن استمرار الاحتلال هو ثمرة إحساس إسرائيل بالخطر. صحيح أن هناك أقلية إسرائيلية تتمسك بأيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة، لكن الأغلبية ليست شريكة في هذه الأيديولوجية. فالأغلبية في إسرائيل تسلم بواقع الاحتلال لأنها تخشى من اليوم التالي. ولذلك يمكن تحديد أن السبب العميق لاستمرار الاحتلال هو الخطر، فقد جاء الاحتلال إلى العالم بسبب الخطر، ويتواصل الاحتلال جراء الخشية من أن إلغاء الاحتلال سيعيد إحياء الخطر على ما يؤكد. عقب ذلك يقترح الكتاب مشروعه للتقسيم، والذي من لزومياته أن يشمل 7 مبادئ بنيوية في صلبها تخلي الفلسطينيين عن حق العودة والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة قومية يهودية وديمقراطية. وبحرفية ما كتبه: مهما يكن الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين، لا يمكن مواصلة الركوب عليه، ولا يمكن مواصلة الإدمان على البخار المسموم المتصاعد منه. يجب على الفلسطينيين أن ينسوا ويتعافوا، أن ينسوا ويبنوا، ولا يتعين عليهم العيش ووجوههم نحو الماضي، إنما نحو المستقبل. إذن نعود إلى موضوع هذا الأسبوع، وهنالك حديث بأن سيكون مواضيع الأسابيع القريبة القادمة أيضا أنفاق حزب الله. قوى حزب الله عادت من سوريا بعد أن تغيرت الأجواء على الأرض هناك، لذلك عاد الحزب أقوى مما كان عليه خلال 7 سنوات القادمة واستعاد بعض عافيته على الأرض. من جهة أخرى، هنالك من يقول بأن لدى الحزب 150,000 صاروخ وقذيفة من مختلف الأشكال والأنواع تصل إلى العمق الإسرائيلي وتصل حتى إلى مركز إسرائيل. والآن الحديث عن 10 أنفاق هذا الذي تعرفهم إسرائيل، ومن يدري إن كان ثم تغيرهم. وفي هذه الأثناء نتنياهو يحذر وحزب الله حذر، ولكن الآن يلتزم الصمت في هذا الموضوع. إلى أين مقبلة المنطقة؟ وماذا مع الحدود الشمالية؟ وماذا أيضا مع الحدود الجنوبية لإسرائيل وغزة؟ ولما هدأت في هذه الأيام؟ كل هذه أسئلة سيجيب عنها السنوات الأيام والأسابيع، ولربما أيضا السنوات القادمة في منطقة لا ينفك التوتر أن يغادرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.